للأسف سنة ثالثة لفريق قوة. هو كان برضو عضو في إنكتس اللي كنا من شوية وصناعة الحياة بيعمل جدا الأنشطة، وهو حاليا برضو HR head في أسرة عصر العلم. الأسرة فين؟ الأسرة فين؟ كل الأسرة موجودة الحمد لله. وكان في ايسك، وهو رسالته وعملت الدنيا ان هو نفسه ان كل حاجة تنتفع كفايتها جدا. رحب بأول متسابق معنا في الجولة الثانية رامي رأفت. بسرعة شوية، محتاج ان انت بس تهدي يعني كلامك عشان حروفك تبقى اوضح، عشان حرام يعني تضيع تركيزي بيروح في هو كان بيقول ايه، يعني بيبقى في كلمتين فاتوا، عايز اركز اكتر على المعلومة. بس الموضوع حلو، بدايتك كانت حلوة قوي برضو، ان انت بتخلق حاجة ليها علاقة بال يعني تخلق علاقة بال الواقع اللي احنا عايشينه والاخبار، بتشد الاهتمام جدا، دي بدايه قويه. بس كان نفسي اعرف الاختراع ده ده ولا لا ده ولا تطلع عليهم جوه.
بس ما كانش واضح، يعني ما كانش واضح ان ده الشكل، كانك انت بتورينا حاجه يعني. بس ما تمام، بس شكرا. شكرا. متسابق رقم واحد.